مايا، اليوم رح نرسم حرف الدي. بس قبل ما نرسم حرف الدي، ما تنسوا تشتركوا قناتي، رح فرجيكم كمية البوبتت اللي عندي، وكمان بكرة حنروح أنا وياكم مشوار نشتري أكتر بوبتات، كمية بوبتت. طلعوا، عندي كتير رينبو لأني أنا بحب الرينبو. عندي هاي فاتح رينبو، وعندي هذا فاتح غامق، وعندي كل هذول البابتات. في فيديو عن البابتات، عندي كمية بابت. لازم تشتركوا بالسرس عشان تشوفوا امتى رح يجي الفيديو البابت. وعندي هذا الحروف كيوت بحبكم. جاهزين نرسم حرف الدي؟ يلا نشوف كيف. يلا هيك كتبنا حرف دي. يلا نعمل هيك. هذا فار. مين بحب فار منهم؟ انا ما بحبهم. هلا رح نسوي له سواربه. يوم كثير بخوف. تخيلوا تلاقيكم فار بهذا الشكل، كنت كثير بخوف. ولو صورته زيه. هلا منلون من جوا جراي. يلا نسكر القلم عشان ما ينشف. بدي اعلمكم شغلة كتير حلوة عن التلوين. اول اشي ترسموا بالطرف، مو من جوا، من الطرف. اذا تقلبوا بطلعوا برا من الطرف. يلا نرسم من الطرف. اللي بالكم شوي اذا ما تخربوا الرسمة. كمان ارسموا جهة واحدة، مو خرابيس كل مكان. ارسموا يعني جهتكم اللي بلشتوا عليها. تعملوا زي اللي بلشت عليه انا، مو هنا بالطرف، يعني هون، يعني من ثم. ما بعرف، قولوا لي انا بساعدكم. منطقة اتساح ذاك. هلا رح نعمل هذا الاتساح. كيوت، مو كيوت؟ الفار كيوت يعني، بس مرات بكون ابيض صح؟ بس انا بحب اللون براون، قصدي جراي، مو براون بني. شايفين يا اصحابي قديش سهل؟ جربوا يا اصحابي اعملوا، بس بالحرف البقي اتس حيكون كتير بسيط، اكثر من الفار. هيك بس واحد واحد، خط 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 سلم وتروح، خلاص سهل، ما له شيء صعب. الاتس بس خلص بالاتس. الاتس كتير بسيط. وما تنسوا تشتركوا بقناتي، وباي.